السلام عليكم. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو بغيت نشارك معكم طريقه تحضير الحامض مرقد او الحامض مصير، اللي هي طريقه لي سهله وطريقه مبسطه اللي غتخلي الحامض يصبر معكم لمده طويله اللي تقدر توصل حتى العام. فبالنسبه لهذه الطريقه فقط كنحتاجوا الحامض، الكميه الحامض كتبقى على حسب الاختيار ديالكم، وكنحتاجوا الملحه، الملحه اللي هي ملحه ديال الطعام، ملح عادي. وغادي نحتاج قلينات زجاجيه اللي تكون كتسد مزيان محكمة الإغلاق. فبالنسبة للطريقة فهي الطريقة جد سهلة. بسم الله، كناخد الحامض، أنا غادي نزول له هاد الرأس ديالو بهاد الطريقة، وغادي نفلحو على أربعة بهاد الشكل، غنفتحو واحد شوية، وغادي ندخل في وسط منه الملحه بهذا الشكل. غادي ناخذ واحد الكميه ديال الملحه، بسم الله غادي ندخل فيه الملحه، ما تخافوش من الملحه او لا تقولوا باللي غادي يجي مالح، فهاد الملحه هي اللي كتحافظ عليه وكتخليه يصبر مده طويله. غادي ندخل الملحه وغادي نشد عليه، غادي نمشي بنفس الطريقه، غنحيد هاد الراس هذا، غنفلح الحامضة على أربعة. بالنسبة لهاد الطريقة اللي غنشارك معكم فما غادي نحتاجوش كاع الماء، فقط الملحة والحامض. غادي نعمل الملحة في الوسط بهاد الشكل، تمن واحد معلقة صغيرة. أنا بالنسبة هنا عند الحامض شوية متوسط الحجم، ماشي كبير ماشي صغير، هكذا. وغادي نسد عليها بهذا الشكل، غادي نستمر حتى ندوز على الكميه الحامض كامله اللي باغيه انا نرقد بهذه الطريقه. هذه فهي طريقه سهله. كما كتعرفوا الحامض بالخصوص مع اقتراب الشهر الكريم، اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، كيعرف ارتفاع في السعر ديالو، فاحنا نوجدوه من قبل نحتفظوا به. فقط كيحتاج لمدة 21 يوم، وها هو كيكون موجود معنا. صافي غنحاولوا ندخلوا الملح لداخل بهذا الشكل، وفي نفس الوقت نضغط عليها هكذا باش تسد. انا غادي نستمر بنفس الطريقه الحامض كامل. بعد ما عمرت الحامض كامل بالملحه كيفما كتشوفوا، غادي ندوز دابا غادي نوضعو في قنينه ولا في واحد الرضومه اللي تكون كتسد مزيان. ضروري الرضومه تكون كتسد مزيان، ما يدخلش لا الهواء. اذا كانت شي رضومه خشكيتو فيها على انها تدخل الهواء، تقدروا تعملوا من فوق فيلم اليمونتيغ اولا سيلوفان، دوروا عليها سيلوفان مزيان عاد تسدوا الغطاء. فدابا غادي نبدا بسم الله، غادي نحط الحامض في القنينه وغنضغط عليه مزيان. انا كنحطو وانا كنضغط عليه مزيان، يتزير مع بعضياتو هكذا باش ما يبقى لناش لي سباس ديال الهواء بهذا الشكل. هذا الشكل بالنسبه اذا بقى لكم شي مساحه فارغه تقدروا تعملوا غير نص حامض اللي حتى هو يكون ملح مزيان بهذه الطريقه. هذا وانا كنضغط مزيان كيف ما كتشوفوا باش تعمر الرضومه مزيان. حنا عندنا الغرض انها الرضومه او القنينه نعمروها مزيان، ما يبقاش لي سباس ديال الهواء فيها. بهذه الطريقه هذه انا كنضغط مزيان عليها من الفوق كيف ما كتشوفوا. انا هنا عندي الحامض كبير، ثم تستعملوا الحامض كما كان الحجم ديالو. صافي بهذا الشكل هنا كنضغط عليه، ما غادي نضيف لا ما لا والو. هنا غادي ناخذ واحد الكميه اخرى ديال الملحه وغادي نعملها من الفوق. صافي وغادي نسد عليه بهذه الطريقه.
وغادي نحتفظ به في واحد المكان، في واحد البلاكار هكا ما يكونش الضوء كيقيسو، وغادي نخليه لمده واحد 20 يوم، وساعه ساعه نطلعوا عليه ونحركوه بهذه الطريقه هذه، ما غادي نضيف لا ما لا والو، فقط بهذه الطريقه هذه ساعه ساعه نتفكروا، ونحاول هذيك الملحه نبقى نحركها بديك العصير ديال الحامض اللي كيهبط. كيف ما كتشوفوا ها هو الحامض بدا كيطلق الماء ديالو، ما عملنا فيه حتى قطره ديال الماء، كيف ما كتشوفوا ها هو الماء ديال الحامض. فبهذه الطريقه هذه بغيت نشارك معكم الطريقه ديال الحامض مرقد، اللي هي طريقه سهله وطريقه مبسطه، وهكذا كنحتفظوا على الحامض لمده طويله اللي تقدر توصل معنا حتى العام. فهاد الطريقه هذه كنحتاجوا الحامض مصير يعني في الطويجنات، كنحتاجوهم مع الزيتون، فطريقه لي سهله وطريقه لي مبسطه وغادي تعجبكم. فاذا عجبتكم الوصفه ديال اليوم ما تنساوش تخليوا لي لايك، وكذلك اذا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه ديالي ما تنساوش تدعموني باشتراك ديالكم، اي بالضغط على الزر الاحمر صابوني، وكذلك تفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد ديال القناه. شكرا والى اللقاء.